مساء الخير على عيون الفنانات والفنانين اللي ويانا. اليوم راح احكي لكم عن دائرة الالوان وانه شو راح نرسمها. دائرة الالوان يحتاجها كل فنان حتى يعرف ينسق الالوان باللوحة ويعرف انه شلون يطلع منظر جذاب باللوحة ومميز من خلال تنسيق الالوان. طبعا الالوان موجودة هاي الدائرة بالنت، يعني انه احنا ليش نرسمها؟ نرسمها حتى من احتاجها تكون موجودة قدامي، يعني مثلا واني دا ارسم هي موجودة على الحائط مثلا اعلقها واشوف الالوان وانسق بيها. هالشي كلش راح يفيد ولا ترحون، لانه راح اشوفكم شنو اشتريت اليوم من مواد رسم زيتي. تابعوا الفيديو للاخير واشتركوا. بعد ما كملت الاصفر راح اسوي الازرق، وهسه راح نسوي الاحمر. يعني الدائرة مو كلش مهندسية، يعني اذا عندكم فرجال او اي شيء دائري تقدرون تسووا عليه. هنا انا بعد ما مزجت الاخضر الازرق والاصفر طلعت اللون الاخضر، راح اخليه هنا بمكانه. هنا انا بعد ما مزجت الاحمر والاصفر طلعت اللون البرتقالي. هنا انا مزجت الازرق ويا الاحمر طلع لي اللون البنفسجي. هسه راح نكمل ويا البنفسجي هنا الثانوي. اذا زودنا على البنفسجي الازرق شويه راح يعطيني بنفسجي مزرق. هنا انا شويه مبين غامق كلش البنفسجي، بس اما اذا زودت له احمر راح يصير البنفسجي المحمر. هسه انا طلعت البرتقالي المحمر اللي هو هنا راح يصير طفت احمر شويه على البرتقالي اللي طلعناه فطلع لي بهاللون. هسه نجي البرتقالي المصفر، هيك راح يصير فاتح. هسه نجي على الاخضر المائل للاصفر، اضيف الاصفر راح يطلع بهالشكل هذا. اما الاخضر المائل للازرق راح يكون هاللون. نخلي للاخضر ازرق شويه اكثر. طبعا هاي رسمت شوية يعني بس الأخضر، سويت التدريج مالته. هنا شنو صار عندي؟ يعني تاخذ خمسة، يعني هذا اعتبره أبيض، وشلون يدرج بيه الأبيض لحد ما يوصل للون الثانوي اللي أنا أخذته من أنا، وجول درج ويا الأسود. فمن تجي ترسم أول شي راح ناخذ الوسط، خلي اللون الأساسي اللي أخذته من الدائرة نفسه اللي هو يعني هو ثانوي هنا الأخضر هو اللون اللي بالدائرة، وأبدي مرة أضيف أبيض شوية راح يطلع لي هاللون، بعدين أكثر الأبيض راح يطلع لي هاللون. أما إذا بالعكس لا، هذا اللون هو اللي أخذته من الدائرة راح أضيف أسود راح يطلع لي هاللون، أضيف أكثر أسود شوية راح يطلع لي الزيتوني الغامق. فهذا هو تدريج الألوان، أنه كل لون يتعامل بنفس الطريقة. راح يظهر لكم تدريجات كل لون بهاي الدائرة. طبعاً الأشياء اللي اشتريتها، يعني اللي أحتاجه اشتري كل فترة من أدوات الرسم. وهذا المي كان يسلم عليكم. طبعاً هذا أهم شيء، أنه المي كان اللي اشتريته أعتبر أهم شيء حالياً، لأنه إذا واحد يريد يرسم الجسد البشري يحتاج إنه يعرف كل حركة شلون راح تسلك العضلات وأجزاء الجسم. يعني هذا المانيكان كل ما تحتاج حركة، مثلاً أنا احتاجت هاي الحركة أحرك الإيدين حتى الرأس يتحرك أي شكل والجسم يتحرك زين، فبأي شكل أنا أحتاجه حتى أرسم فد حركة معينة لجسم الإنسان راح أحرك المانيكان، راح أشوف بعيني
العضلات شلون تتحرك وبالتالي اقدر ارسم هالجسم. هذا طبعا اول شيء هذا اخذته بعشرة. طبعا اكو بي مغناطيسي بس انا مو لقيت المغناطيسي، لقيت هذا اللي مثبت على ستاند. المغناطيسي انه اي مكان تثبته ويتحرك باي حركة اكثر بعد من هذا. واشتريت هاي الفرج وقعت، هاي الفرج اشتريتها، هاي الفرج احتاجها يعني بالرسم انه مساحات كبيرة. واشتريت هاي الفريمي 80x80 عجبني شكلها المربع. اشتريت طبعا زيت الكتان، هاي الأبرة خليتها باربعة كل فترة يعني اخذ وحدة احسس واخذ وحدة. طبعا هاي فائدة زيت الكتان هو يخلي الالوان تجف بسرعة وينطيها لمعة، ويعني واحد اذا يريد شوية يخفف بي. هاي الفرش يعني هاي المرة ما اخذ الدرجن فرش، يعني هاي الفرش اللي عندي اغلبها من شوية ديبس اذا ما اخذها نفس الوقت. اخذت هاي الدرجات اللي احتاجها هالمرة بس، يعني هاي اخذت واحدة 2000، هاي 12 اخذت احتاج هنا، وهاي فرش الصغار هنا، هاي 4 رقمها، وهاي 0 اللي هي تستخدم للأجزاء الدقيقة كلش ورثة. وأخذت هاي الفرشة للمزج، تمزج الألوان كلش حلوة المزج، وكنت محتاجة اللون الأخضر أخذته. وهذا كل اللي اشتريته حاليا بهاليوم. طبعا هاي استغنيت عن البليتات وبديت استخدم الكاشية، لان احسن شيء سهلة بالتنظيف، سطح املس، يعني تقدرون تجيبون اي كاشية او اي سطح زجاجي زين تستخدمون بالالوان تتنظف بسهولة. هذا بس بسرعة هيجي انشال بالسكينة. طبعا هني استخدم السكينة بخلط الالوان. هاي ماركت مونت مارت صار هو عندي يعني من زمان كلش.